ناس يتجادلون في الحج في الطريق، ولا هذا صح ولا هذا غلط، هل هو صح؟ يقول الله عز وجل في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال ثلاثة أنواع: جدال يراد به إثبات الحق فهذا واجب حتى وإن كان الإنسان في حج، ما دام يريد إثبات الحق فواجب عليه أن يجادل، لكن بالتي هي أحسن، لقول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا يقول إن هذا جدال والله يقول لا جدال في الحج، يقول هذا الجدال لا بد من واجب، وهو دفاع في الواقع عن الحق أو إثبات الله. والثاني جدال في أمور ليست حقا ولا باطلا، مثل أن يقول الشيء الفلاني اللي في الجبل إنسان، وهذا يقول شجرة وهذا يقول حجر وما أشبه ذلك، ويتجادلون، هذا أيضا منهي عنه لما فيه من تحريك النفس وصدها عما هي بصدده من الإقبال على النسك. والثالث أن يكون جدال من الباطل، بمعنى أنه جادل وهو يعلم أن الحق بخلاف ما يقول، لكن يريد أن ينتصر لنفسه وأن تكون كلمته هي العليا، فهذا آثم، آثم من جهة أنه جادل وهو محرم بالحج، ومن جهة أنه أراد أن يحق الباطل ويبطل الحق. نعم.